بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع: العراق في واجهة المشهد الإقليمي، بغداد تنتخب رئيس المجلس وسط الفوضى، نقرأ في صحيفة البناء. وفي جيروزلم بوست نطالع: تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر ليست مصدر قلق للتحالف السعودي فحسب بل لإسرائيل أيضا. وفي صحيفة نيزافيزيمايا الروسية: المحادثات بين موسكو وواشنطن لا أوهام بشأن النتائج. في الميادين نت: قراءة للمفكرة العربية بثينة شعبان بشأن الأحداث في كازاخستان، اشتعال الجبهات المشتركة بين أمريكا وروسيا والصين. كاتب اليوم محمد حجازي عن مادته: العالم خسر سيدني بواتيه، أول أفريقي اخترق هوليوود. وفي الحدث هذا اليوم: بعد انتصار أبو هواش، الأسرى الإداريون يقودون معركة مفتوحة ضد محاكم الاحتلال والأسير ناصر أبو حميد، ضحية أخرى لسياسة الإهمال الطبي المتعمد. وفي جديد اليوم: الخارجية الإيرانية تعلن تحقيق تقدم في بعض جوانب محادثات فيينا. وضيف اليوم طلال أبو ركبة. ومرحبا بكم. بغداد تنتخب رئيس المجلس وسط الفوضى. في افتتاحيتها حول التطورات في المنطقة ومسارها، تقول صحيفة البناء اللبنانية إن المشهد الإقليمي كان أمس عراقيا مع استعصاء التوافق على تسمية الكتلة الأكبر، حيث حاولت كتلة اللقاء التنسيقي تسجيل امتلاكها 88 نائبا كأكبر كتلة نيابية مقابل كتلة التيار الصدري ب 73 نائبا، ما فتح الباب لهرج ومرج نشوء خلاف بشأن مواصلة الجلسة أو رفعها، ليواصل النواب الباقون أعمال الجلسة وينتخبوا محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس ونائبين له. وتبقى القضية الأهم دستوريا هي حسم الكتلة الأكبر التي تتولى تسمية رئيس الحكومة، والتي ينتظر أن تنتقل إلى المحكمة الاتحادية العليا، والعودة إلى اجتهادها السابق باعتماد الكتلة الناشئة من تحالفات تتيح لها تمثيل غالبية نيابية كافية لتأليف الحكومة. وفي هذه الحالة تعتقد مصادر نيابية عراقية أن المرجح هو دخول وساطات تنتهي بالتوافق بين الكتلتين المنافستين على اسم مشترك. أجدد الترحيب بك ضيفنا من قطاع غزة الدكتور طلال أبو ركبة، وحضرتك كاتب وباحث سياسي، أهلا ومرحبا بك على شاشة الميادين. دكتور طلال، جلسة البرلمان العراقي حاضرة وبقوة في إصدارات الصحف اليوم، بعضها اعتبر افتتاح البرلمان افتتاحا متفجرا. انتخاب الحلبوسي برأيك دكتور والأجواء التي أحاطت به، هل يسهل ولادة الحكومة؟ أعتقد أن هناك أن العراق في نهاية المطاف سينجح في الوصول إلى حكومة وطني ما بين الكتلتين الرئيسيتين، يتم التوافق على اسم مرشح يتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالحكومة العراقية. ولكن المشهد العراقي هو كما كل المشاهد العربية في المنطقة العربية، حيث أن هناك للأسف التفاعلات الداخلية والعلاقات الداخلية في المشهد العربي بكل أسف بما فيها العراق هي مشاهد انقسامية إلى حد كبير، لكن باعتقادي أن العراق قادر على تجاوز هذه الأزمة، وأعتقد أن المشهد العراقي سينتهي في نهاية المطاف إلى توافق على اسم رئيس الحكومة خاصة ما بين الكتلتين الكبيرتين. ربما هذا كان حاضرا في اغلب المشاهد السابقه في العديد من المناطق العربيه، ولكن في نهايه المطاف يتم التوافق على حكومه للخروج من المازق الوطني العراقي الذي يحيا به العراق في الوقت الحالي خاصه عقب الانتخابات الاخيره. اذا ضيفنا متفائل فيما يخص تشكيل حكومه عراقيه، ليس بعيدا عن التطورات في العراق. تسال مجله الناشونال انترست الامريكيه: كيف يمكن ان نفهم اعاده الضبط للوضع في الشرق الاوسط؟ تقول المجله: يبدو ان الشرق الاوسط يعيش جوا من المصالحه، إذ إن الخصوم الإقليميين يعملون على ترميم العلاقات فيما بينهم، فقمة العلا أفضت على ما يبدو إلى حل أزمة الخليج، كما دخلت تركيا والإمارات في عملية تقارب سريعة الخطى، وبالتوازي يذوب الجمود في العلاقات بين الإمارات وإيران، كما تجري محادثات بين القاهرة وأنقرة، بينما انتعشت الدبلوماسية بين أنقرة والرياض في الأشهر الأخيرة، ومتوقع أن يكون هناك قمة بين البلدين. وعلى الرغم من الزخم في النشاط الدبلوماسي، لم يقترب أي من صراعات المنطقة من الحل، إذ لا يزال الخليج وليبيا وسوريا واليمن وشرق البحر الأبيض المتوسط والقرن الأفريقي نقاط جيوسياسية ساخنة، تقول The National Interest. فما الذي يحدث بالضبط في الشرق الأوسط؟
الصراعات. يختصر الكاتب الإجابة بالقول: ما نراه هو تجميد مؤقت للصراعات الإقليمية لا حصيلة نجاح جهود فعلية لحلها. دكتور طلال، دائما أعود إليك، هل ما يحصل اليوم من تقارب تركي مصري سعودي وأيضا خليجي سوري إيراني خليجي، هل نحن أمام مصالحة حقيقية أم تجميد مؤقت للصراعات الإقليمية كما يقول الكاتب في The National Interest؟ يعني يمكن الحديث أن نحن ذاهبون باتجاه توافق إقليمي أكثر من مصالحة وأكثر من تجميد للصراع الموجود في المنطقة أو في الإقليم بشكل عام جدا. السنوات الملتهبة التي مرت على المنطقة والتي لم يخرج أحدا فائزا أو قادرا على أن يحقق النصر بالضربة القاضية تجاه الآخر في أي من المحاور المترامية في المنطقة أو في الإقليم، أثبتت أنه لابد من البحث عن يعني خطوات من أجل التوافق أو الاتفاق أو تجميد الوضع أو تجميد حالة النيران والالتهاب الموجودة في المنطقة. من هذا الباب أعتقد أن المنطقة ذاهبة باتجاه تجميد الوضع، لكن تبقى هناك بعض المناطق الساخنة التي ربما تعيد إشعال هذه المنطقة، لكن هناك قناعات أصبحت لدى كافة السياسيين في المنطقة أو في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا باتجاه يعني تهدئة الأمور، ضبط الأمور، عدم تصعيد الأمور باتجاهات ومناخات صعبة، لأن الواقع الإقليمي كله واقع ملتهب، سواء في العراق، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في فلسطين، في السودان، في العديد من في ليبيا، في العديد من المناطق العربية. وبالتالي أنا في اعتقادي أن كل الأطراف باتت الآن على قناعة بأنه لابد من تجميد الوضع على ما هو عليه، أو البحث عن توافق الحد الأدنى فيما يمكن التوافق عليه في بعض الأقاليم أو في بعض المناطق، إلى حين ربما يعني ننتظر ماذا سيحدث في المستقبل من مستجدات في الإقليم، ربما تفضي إلى 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 فضاءات جديدة وإلى علاقات جديدة، ربما نشهد مصالحات في ما بين بعض الدول. هذا ما شاهدناه على التقارب المصري التركي، التقارب المصري القطري بعد سنوات من القطيعة، ربما هذا يكون حاضرا في العديد من الملفات القادمة، أيضا فيما يتعلق بإيران على سبيل المثال، أيضا فيما يتعلق بالملف السوري الذي اعتقد انه سيذهب الى هدوء تام ربما والى توافق واستعاده العلاقات مع النظام السوري بعد ان كانت هناك قطيعه من دول الخليج وبعض الدول العربيه مع النظام السوري بعد ربما هدوء الثوره السوريه او الاحداث التي جرت في سوريا مؤخرا. انا باعتقادي ان الامور ذاهبه باتجاه ربما البحث عن نقاط التقاء ونقاط توافق وطني او توافق اقليمي داخل الاقليم الملتهب في الشرق الاوسط خلال السنوات الماضيه. ولكن دكتور طلال، برغم هذا التقارب الدبلوماسي اذا صح التعبير، هذا الامر لم ينعكس على اكثر من ميدان. تهديدات الحوثيين في البحر الاحمر ليست مصدر قلق للتحالف السعودي فحسب بل لاسرائيل أيضا. تقول صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: في كانون الأول ديسمبر الماضي زعم التحالف بقيادة السعودية أن الحوثيين يستخدمون ألغاما بحرية وزوارق متفجرة لتعطيل الحركة البحرية في البحر الأحمر، وهذا يقلق إسرائيل. ونظرا للتهديدات والمخاطر الجدية للشحن الإسرائيلي في البحر الأحمر، يجب على إسرائيل أن تنظر في تدريب أمنها البحري على صد هجمات زوارق متفجرة. وبالنظر إلى أن هذا يمثل أيضا تحديا للتحالف السعودي فقد يتغلبان عليه معا، أي تل أبيب والرياض. تقول جيروزاليم بوست: دكتور طلال، أي يشكل الحوثيون خطرا على خط الملاحة الإسرائيلي في البحر الأحمر؟ ماذا يعني ذلك؟ وأي خيارات أمام إسرائيل؟ يجب أن نعي أن إسرائيل تضع دائما أن العدو الأول والمهدد الرئيسي الأول لها هو النظام الإيراني، وبالتالي بكل أذرعه الموجودة في المنطقة سواء في اليمن من خلال الحوثيين أو في سوريا أو في لبنان من خلال حزب الله أو حتى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وبالتالي إسرائيل دائما تحاول أن تذهب باتجاه تصعيد الأمور تجاه النظام الإيراني من خلال ضرب أدواته أو من خلال يعني توجيه أصابع الاتهام دوما بالإرهاب إلى أدوات النظام الإيراني. من هنا يأتي الحوثيون، واحدة من أهم الأدوات التي تحاول إسرائيل مواجهتها، هذا أولا في إطار دائما محاولة وصم النظام الإيراني بأنه نظام راعي للإرهاب بين هلالين من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا هذا من أجل التقارب مع السعودية، مع المملكة العربية السعودية في إطار عملية التطبيع الإسرائيلي الخليجي الذي تسعى إليه إسرائيل بشكل كبير جدا من خلال توظيف قدراتها الاستخباراتية من أجل خدمة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بصراعها في اليمن وخاصة صراعها مع جماعة الحوثي. في هذا الإطار تحاول إسرائيل الصيد في المياه العكرة باتجاه أن محاولة أو العمل على نزع ألغام ما يزرعه الحوثيون وتهديد ميناء البحر الأحمر في منطقة الخليج العربي، ربما هذا بشكل أو بآخر ربما هو يعتبر ممكن نسميه قربان للتقارب أكثر مع المملكة العربية السعودية في إطار دعم المملكة العربية السعودية في حربها
ضد الـ ضد الـ ضد الحوثيين او احرابها في اليمن. وبالتالي اسرائيل تحاول في هذا الاطار اولا تشويه النظام الايراني من خلال ادواته ومن خلال زعزعه ادواته في المنطقه ممثله في الحوثيين في البحر الاحمر، وثانيا في اطار التقارب الاسرائيلي السعودي او ما يمكن او ما يعرف بالتطبيع العربي الخليجي الاسرائيلي في اطار تعزيز العلاقات السعوديه الاسرائيليه باتجاه استفاده السعوديه من الامكانيات اللوجستيه والامكانيات الاستخباراتيه الاسرائيليه والتقنيه الاسرائيليه فيما يتعلق بنزع الالغام في منطقه البحر الاحمر خاصه، وان البحر الاحمر هو منفذ لنقلات النفط الخليجيه بشكل عام، وبالتالي هذا يؤثر على الاقتصاد الخليجي بشكل كبير جدا. إسرائيل تحاول من خلال هذا دائما وبشكل كبير جدا دائما أن تستفيد الاستفادة القصوى من خلال يعني تصدير معادلة الأعداء هنا وهناك، ولكن في إطار أيضا ما يخدم رؤية إسرائيل وتوجهات إسرائيل وما يخدم المصلحة الإسرائيلية في المقام. انطلاقا من هذه القراءة للمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر إلى المشهد السوداني ومقال تسأل فيه مجلة فورين بوليسي الأمريكية، لماذا لا يدعم بايدن الحراك الديمقراطي في الخرطوم؟ يتوقف الكاتب عند تجاهل إدارة الرئيس جو بايدن الحراك الديمقراطي في السودان وتضحياته، ولا سيما في قمة الديمقراطية التي عقدها البيت الأبيض. يبدو أن إدارة بايدن تمضي في سياسة إدارة ترامب المتمثلة في التوكيل الفعلي لشؤون السياسة السودانية لحلفاء واشنطن في الخليج. ويتوقف الكاتب أيضا عند البيان المشترك الذي صدر أواخر العام الماضي عن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا حول السودان قائلا: إنه بيان ذو نص متساهل يكاد يشيد بجهود النظام العسكري، فالبيان يعكس تبني الولايات المتحدة سياسة خارجية بتوجه أمني يتماشى مع نهج الرياض وأبوظبي، حيث ينظر إلى الأنظمة الملكية والقادة العسكريين على أنهم ضامنون للاستقرار. دكتور طلال، في قراءة الأحداث السودانية هناك ما يربط بين مغادرة المبعوث الأمريكي فيلتمان للخرطوم وتفجر الأحداث من الانقلاب العسكري والتظاهرات الدامية إلى استقالة حمدوك أخيرا، أي سياسة برأيك دكتور تتبعها واشنطن في السودان؟ هل سياسة انتظر وشاهد ما سيحدث wait and see كما تقول هذه الصحيفة؟ ولماذا بدلا عن هذه السياسة لماذا لا تدعم المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية كما تتساءل الصحيفة أيضا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية باختصار بسيط تريد ضمان حلفائها في المنطقة، ولا تريد أي عملية تحديث أو تغيير في المنطقة، ربما تأتي بحراك ديمقراطي حقيقي يؤدي إلى تغييرات في المشهد السياسي خاصة في السودان التي باتت أيضا هي الأخرى على مرقبة من الإسرائيلي خاصة بعد الانقلاب العسكري. على الثورة السودانية التي شهدناها مؤخرا في السودان، وبالتالي إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار هي فعلا تنتظر ترى ماذا سيحدث في هذا المشهد السوداني الدراماتي، لكن في اطار ايضا دعم الحلفاء او الاصدقاء من خلال الرياض ومن خلال ابو ظبي في اطار ضبط المساله فيما يتعلق ببقاء نظام الحكم الحالي في السودان، بحيث هذا النظام يبقى مهيمنا الى ان تتم عمليه التطبيع مع دوله الاحتلال الاسرائيلي ويصبح محور السودان ضمن محور المتطبعين مع دوله الاحتلال الاسرائيلي، وهذا ما تسعى اليه امريكا الحفاظ على حلفائها والبقاء عليهم افضل فتره ممكنه الى حين يعني تكريس سياسه التطبيع مع دوله الاحتلال الاسرائيلي من ناحيه، وايضا ان تكون ضمن محور الرياض وابو ظبي على يعني على طول المنطقه، هذا ما تسعى اليه الولايات المتحده الامريكيه من خلال هذه السياسه، ولذلك هي لا تدعم الحراك الديمقراطي، ربما التجارب العربيه السابقه فيما يتعلق بكل ما دعمت الولايات المتحده الامريكيه من حراك ديمقراطيه كانت بكل اسف هذا الدعم الامريكي كان مشوها للعمليه الديمقراطيه في كافه الدول، لكن باعتقادي ان المرحله القادمه ربما تفضي الى تحولات جوهريه فيما يتعلق بالمشهد السياسي او المشهد السياسي العام في المنطقه العربيه خاصه بعد تجربه الربيع العربي بين المزدوجين، هذا الربيع الذي ثبت بالفعل ان الاداره الامريكيه عملت خلال السنوات الماضيه على تشويهه بشكل كبير جدا في كافه مناطق الدول العربيه التي شملها هذا الربيع. من محاولة فهم السياسة الأمريكية تجاه القرن الأفريقي نذهب إلى المحادثات الروسية الأمريكية في جنيف، حيث عنونت صحيفة نيزا فيزيمايا الروسية لا أوهام حول النتائج. تقول الصحيفة إن الإشارات التي أرسلتها بروكسل وواشنطن إلى موسكو عشية المحادثات مخيبة للأمل إلى حد ما من وجهة نظر روسيا، مشيرة إلى تصريح رئيس الوفد الروسي إلى المباحثات سيرجي ريابكوف بأن موسكو بحاجة إلى ضمانات قانونية موثقة بعدم توسيع حلف الناتو. في الوقت نفسه يعتقد الأمريكيون أن الاتفاق مع الروس
ممكن. تصريحات تزامنت مع تقارير إعلامية غربية جديدة حول عقوبات مرتقبة ضد روسيا إذا شنت القوات الروسية هجوما على الأراضي الأوكرانية. ومع ذلك يعتقد مدير مؤسسة الدراسات الأمريكية يوري روغوليف الذي استطلعت الصحيفة رأيه، يعتقد أن هذه التصريحات لا يجوز اعتبارها دليلا على أن المباحثات محكوم عليها بالفشل. سنسأل رأيك دكتور طلال، هل برأيك هذه المباحثات محكوم عليها بالفشل أم هناك بارقة أمل، هناك قاعدة ربما تجمع الطرفين وينطلقان منها نحو اتفاقات معينة فيما يخص المنطقة؟ يعني باعتقادي لا، أن الاتفاقيات لا يمكن أن نحكم عليها بالفشل، وأعتقد دائما أن هناك ما يمكن أن نسميه الحد الأدنى من الاتفاق أو التوافق فيما يتعلق بعدم التصعيد خاصة على الحدود الروسية. لكن باعتقادي أنه منذ انهيار نظام القطبين في تسعينيات القرن الماضي وهيمنة القطبية الأمريكية على العالم والذي استمر حتى تقريبا العام 2010، أنا في اعتقادي أن الآن العالم بسبب يعني إعادة تحول في النظام الدولي، هذا التحول يأتي من خلال يعني وجود قوة دولية مؤثرة في النظام الدولي تريد أن تأخذ دورا. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تكبح جماح تعدد الأقطاب داخل النظام الدولي الحديث بحيث تبقي الهيمنة الأمريكية، لكن في هذا الإطار ليست أمريكا هي اللاعب الوحيد، وبالتالي لن تذهب في هذا الإطار أو في هذا المشهد الصراعي لن تذهب بأي شكل من الأشكال إلى ما يمكن أن نسميه التصعيد الشامل أو التصعيد الكامل. فشل المباحثات، ربما الولايات المتحدة لا تقدم شيئا جديدا، لكن باعتقادنا ستقدم على الأقل الحد الأدنى الذي يضمن على الأقل شيئا من الهدوء، لأن التركيز الآن مع إدارة بايدن وليس تركيزا بشكل كبير جدا على الوضع في أوروبا بالقدم، هو تركيز أكثر على منطقة شرق آسيا وأيضا على تركة ترامب التي تركها ترامب لبايدن، خاصة الانقسامات البنيوية داخل المجتمع الأمريكي، أيضا أزمة كورونا وما صاحبها من تداعيات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فأعتقد أن في ضوء هذا المشهد الأمريكي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما لن تذهب أو ستحاول سعي جاهدة لأن لا تفشل هذه المباحثات، ربما تذهب إلى توافقات ضيقة هنا وهناك بحيث تبقي الوضع على ما هو عليه إلى حين إحداث تغيير جوهري ربما فيما يتعلق بالسياسات الأمريكية وبما يتعلق بوضع أمريكا الداخلي على الوجه التحديد. نذهب دكتور طلال سويا إلى ختام جولتنا من صحيفة الأخبار اللبنانية ومادة عن ذخائر الحرب الناعمة حول وثائق عن التمويل الغربي للمنظمات غير الحكومية في لبنان المعروفة بالـ NGOs. تقول الصحيفة أنها ستخصص قسما خاصا لتتبع نشاطات هذه الصناديق التي تتصرف كما لو أنها حكومة بديلة وإن كانت غير منتخبة، ولا تبدو صناديق الحوكمة الرشيدة ونشر الديمقراطية معنية بالرقابة إذ إن قراراتها غير معنية بآليات الحكم في لبنان، لكن كون هذه الصناديق ذات تأثير كبير في السياسات المتبعة والقوانين المقررة في لبنان فلابد من أن تتعامل أو نتعامل معها على أنها سلطة من السلطات القائمة في البلد، وخصوصا أن بعضها قرر خوض غمار الانتخابات النيابية علنا أو سرا بحسب صحيفة الأخبار. هو ملف شيق جدا بالمناسبة دكتور طلال، ولعل فلسطين وعلى مدى عقود كانت الأرض الأكثر خصوبة للـ NGOs. أي أجندة رصدتموها لمثل هذه المنظمات التي تتبنى أسمى الشعارات عادة؟ يعني بداية إذا نتحدث عن المجتمع المدني أو مؤسسات المجتمع المنظمات الغير حكومية في الحالة الفلسطينية فنتحدث عن خصوصية لهذه المنظمات. أولا هذه المنظمات يعني لم تأتي في إطار وضع مستقر وإنما جاءت في إطار وضع غير مستقر سياسيا بالنسبة للحالة الفلسطينية. هي جمعت ما بين الدورين النضالي والسياسي وما بين الدور النضالي والمطلبي والنقابي في بداية الوقت، لكن بكل أسف الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الممولين الذين وقفوا خلف العديد من المنظمات حاولوا استخدام قيم الديمقراطية ونشر الديمقراطية والحوكمة والحكم الصالح والتسامح وما إلى ذلك في إطار ربما محاولة معاقبة الأنظمة. هذا ربما شاهدناه حتى في بدايات فترة الربيع العربي عندما الحديث عن الديمقراطية وعن الأنظمة الديمقراطية والرقابة وما إلى ذلك والتهديد بمنظومة حقوق الإنسان ومحاولة التدخل، شاهدنا عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية غزو العراق في عام 2003 بحجة نشر الديمقراطية. هذا كله أدوات ناعمة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أنا في اعتقادي الحالة الفلسطينية المنظمات المجتمع المدني الفلسطيني لم تكن منظمات أو أدوات في يد الإدارة الأمريكية أو في يد الممولين على الأقل الغربيين فيما يتعلق بأن تكون هذه المنظمات أدوات رقابية على السلطة الفلسطينية أو على المنظمات الفلسطينية بقدر ما كانت هي جزء من الحالة النضالية. صحيح هي جمعت ما بين التمويل وأيضا جمعت
فيما يتعلق بالتنمية وفيما يتعلق بتعزيز الحياة الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، لكنها أيضا حافظت على أصالتها فيما يتعلق بالدور السياسي والنضال السياسي الذي تحاول أن تلعب به داخل المجتمع الدولي من خلال فضح الممارسات الإسرائيلية. وبما ما شاهدناه خلال الفترة الماضية من اتهام من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي لأكثر من 6 منظمات أهلية فلسطينية أو منظمات غير حكومية بالإرهاب، أيضا ما ينشط به جهاز الشباك ووزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال راصد، وهو جهاز يتابع أنشطة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني فيما يتعلق بدعم الإرهاب أو فيما يتعلق بالتشجيع على الإرهاب، ومحاولة فرض اشتراطات دائما على كل المنظمات الأهلية الفلسطينية فيما يتعلق بنبذ الإرهاب، وهو الموقف الذي اتخذت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والعديد من المنظمات الفلسطينية رفضا تاما له، ووقفت يعني في وافرت التمويل ورفضت الاستجابة إلى هذه المطالب الأوروبية أو الأمريكية من قبل مثلا منظمة USAID. يؤكد بشكل واضح أن هذه المنظمات فيما يتعلق بالضمع السياسي لا شبهة. لكن هناك محاولات، نعم هناك محاولات الأمريكية حاولت في فلسطين، الآن فشلت في فلسطين وربما تذهب إلى لبنان، وتحاول من خلال المشهد اللبناني ومن خلال المنظمات اللبنانية في إطار توظيف حالة الصراع والانقسامات البنيوية داخل المجتمع اللبناني، استغلال الطائفية واستغلال حالة الانقسام السياسي داخل المشهد السياسي اللبناني، ربما تستخدمهم أكثر في إطار محاولة دعم بعض قيادات أو رموز هذه المنظمات في الوصول إلى سدة الحكم أو إلى قبة البرلمان داخل المشهد السياسي اللبناني. وفي هذا الإطار يتم توظيفهم من أجل ازدياد الاحتقان داخل المجتمع اللبناني. لكن في اعتقادي أن المنظمات الأهلية والمنظمات الغير حكومية يجب أن تبقى دائما صاحبة الدور الحقيقي لها، باعتبارها منظمات ربحية لا تسعى إلى الحكم، هي منظمات مهمتها تعزيز التوعية، هي منظمات مهمتها بالمقام الأول يعني ما يمكن أن نسميه يعني أن تستكمل الدور الحكومي الذي يعاني من قصور أحيانا في توصيل الخدمات إلى بعض المناطق، أن تعمل على إعادة بناء الوعي الوطني، بناء الوعي الاجتماعي، أن تعمل على تعزيز التنمية داخل المجتمعات بشكل عام وليس المجتمع اللبناني فقط. هذا الدور الذي يجب أن تحافظ عليها المنظمات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية في اللبنانية، ويجب أن ننتبه جميعا إلى ما تحاول يعني الممولين الغربيين تحديدا في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ما يحاولون أن يستخدموا هذه الأدوات دعم المنظمات الحكومية لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وثقافة الإنسان. ربما دور هذه المنظمات في فلسطين وكيف تم التعامل معها كما ذكرت منذ قليل يستحق التعمق به أكثر ويستحق الاستفادة من هذا العمل، كيف تم توجيهه لخدمة المجتمع وليس يعني لتسود التفرقة بين الشعب. نذهب الآن إلى فقرة كاتب اليوم. العالم خسر سيدني بواتييه، عن سيرة الأفريقي الأول الذي اخترق حواجز العنصرية في هوليوود، يحدثنا محرر الميادين نت محمد حجازي في فقرة كاتب اليوم. نستمع أولا إلى أبرز ما تضمنته مادته عن النجم الراحل. العالم خسر سيدني بواتييه، أول إفريقي اخترق هوليوود، محمد حجازي، الميادين نت. لم يعرفه الجمهور جيدا إلا في سن 15 حين انتقل من حقول البهاما إلى نيويورك، حيث أهم مسارح العالم في شارع برودواي الذي عمل فيه كناسا ودفع قسطا من راتبه بدل تعلم أصول التمثيل المسرحي طوال 6 أشهر. قام خلالها بتهذيب لكنته البهامية، وأدت مثابرته إلى أدائه دورا في مسرحية بعنوان ليسيستراتا، وقد اختير عبرها لأول دور سينمائي له في فيلم لا مخرج مع داريل فرانسيس عام 1949. أول هزة قوية في حياته كانت عام 1968 عندما اغتيل صديقه الكبير مارتن لوثر كينغ. عاد إلى البهاما حيث انقطع عن العالم 20 عاما، عاد بعدها عام 88 إلى المناخ الفني الهادف إلى خدمة أبناء جلدته. وقف أمام الكاميرا وخلفها في وقت واحد، وأنجز إخراج وبطولة فيلم شوت تو كيل من النوع الوثائقي عن سيرة ونضال نيلسون مانديلا، الذي استقبله قائلاً: هل تعرف أن هناك شبهاً كبيراً بين وجهينا؟ فرد بواتييه ضاحكاً:
عليك سيد الرئيس أن تشكر خبير المكياج الذي قرب ما بين وجهينا إلى هذه الدرجة. لقد عشت كثيراً، بات علي الرحيل، فأنا لا أفعل شيئاً مفيداً هذه الأيام. عبارة قالها النجم الأسطورة، مشيراً إلى أن بلوغ سن 95 زاد على حده لأنه لا يؤدي مهمات مجدية لأحد. من يقول هذا الكلام توفي بهدوء وسلام تحت لافتة تعتبره ثاني أشهر شخصية مهمة وفاعلة من أصول إفريقية بعد زعيم الحقوق المدنية للسود مارتن لوثر كينغ. أرحب بك محرر الميادين الزميل محمد حجازي، صباح الخير. ماذا خسر العالم مع وفاة سيدني بواتييه الذي وصفته بأنه ثاني أهم وأشهر شخصية من أصول أفريقية بعد مارتن لوثر كينغ؟ كل التحية لك وللمشاهدين. بداية، نعم، سيدني بواتييه خسرنا معه واحدا من أيقونات السينما العالمية. كان الأخير كيريك دوغلاس، توفي منذ فترة، ولكن حاليا مع خسارتنا لسيدني بواتييه فنحن نخسر أيقونة جديدة وربما كانت الأخيرة من بين الأيقونات التي قدمتها لنا هوليود على مدى تاريخها وهو أكثر من 100 عام. وفاة هذا الرجل لم تكن يعني عادية بالنسبة لعالم السينما. عالم السينما عرف بواتييه في كل مراحله، ومنهم من اعتقد أنه فرنسي، وآخرون قالوا أنه أوروبي ليس فرنسيا، وآخرون قالوا أنه أمريكي، ثم عادوا فقالوا أنه أفريقي من البهاما. هذا الفنان العالمي كان فنانا كونيا، وقد كان من يعني من الصفات العظيمة له أنه عندما يعني تقدم لأول مرة لكي يكون ممثلا قيل له أنت وسيم يعني زيادة عن اللزوم، الأفارقة ليسوا بهذه الوسامة، فقال لهم أنا وسيم من داخلي وما ترونه على وجهي هو انعكاس وهو مرآة لشخصيتي المريحة وشخصيتي المحبة للناس. إذن كان هذا الرجل منذ البداية مميزا. نعم. أشارك معنا أستاذ محمد بعد إذنك ضيفنا أستاذ طلال أبو ركبة في هذا النقاش. أستاذ طلال، الراحل جسد دور نيلسون مانديلا في أحد أفلامه، وأصلا هو كان لا يقبل إلا الأدوار التي يقول أنها تخدم قضية أبناء جلدته، هكذا قاوم العنصرية. وأسألك هنا، أي تأثير للإنتاجات التلفزيونية والسينمائية على مسيرة المقاومة؟ بالتأكيد الفن واحد اليوم من أهم الوسائل التي يتم من خلالها يعني تعزيز الحقوق وتعزيز المطالب وتعزيز القضايا الإنسانية. وربما سيدني بواتييه، وأنا أتفق مع الزميل وأشكر الزميل محمد حجازي على هذا المقال الرائع، أعتقد أنه فعلا هو جسد القضية التي قضية العنصرية والاضطهاد الذي كان يعاني منه السود في الولايات المتحدة الأمريكية، وما حدث من خلال مارتن لوثر كينغ في ستينيات القرن الماضي فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. أيضا العمل الفني والعمل الدرامي بشكل عام هو عمل يعزز من الوعي بالرواية الوطنية، سواء هذه الرواية الوطنية على سبيل المثال في الحالة الفلسطينية، الرواية الوطنية الفلسطينية التي نحاول من خلال الفن الفلسطيني ومن خلال العديد من الأعمال الفنية الفلسطينية أن نؤكد على الرواية الوطنية الفلسطينية ونحاول أن نحميها. ربما شاهدنا كلنا ما حدث في مسلسل الآن يبث على نتفليكس، مسلسل فوضى الإسرائيلي والذي يحاول تشويه المقاومة الفلسطينية وإبرازها كما لو أنها مجموعة من العصابات والخارجين عن القانون والإرهابيين، في إطار ما يمكن أن نسميه صراع روايات ما بين الرواية الصهيونية من ناحية وبين الرواية الفلسطينية من ناحية. هذا عندما نكون لدينا أعمال فنية ولدينا تسليط فني كبير على هذه القضايا وإبراز الوجه الحقيقي لما يمكن أن نسميه الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي على سبيل المثال في الحالة الفلسطينية، هذا مهم جدا وهذا يساعد في إبراز المقاومة. الولايات المتحدة الأمريكية عملت منذ تسعينيات القرن الماضي على تشويه مفهوم المقاومة وحق الشعوب في تقرير مصيرها من خلال اختراع أو ابتكار مصطلح الإرهاب الذي باتت توصم به كل من يحاول أن يدافع عن أرضه وعن عرضه وعن شعبه وعن نفسه.
وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة تأصيل لهذه المفاهيم. هذا التأصيل المفاهيم في الوعي والمخيال العالمي كله يأتي من خلال أعمال فنية مثل أعمال سيدني بوتيه وعلى غراره، عندما يتم إبراز القضية الحقيقية والوعي الحقيقي للمواطنين في العالم بما هي القضية التي يعانيها هذا المجتمع. بالفعل نحن الآن في عصر سرعة الروايات كما تقول دكتور طلال. بعد إذنك أعود إلى الزميل محمد حجازي. أستاذ محمد، كيف اخترق بواتييه هوليوود في فترة كانت العنصرية فيها في أوجها، وكيف أثر اختياره لأدواره في مسيرته وقضيته؟ كما ذكرنا منذ قليل كان ينتقي الأدوار الذي يقدمها. نعم سيدتي، الحاصل مع هذا الرجل كان مميزا جدا، منذ يعني أطلع على الجمهور، منذ أطلع بشكل علني إما في أول مسرحية وإما في أول عمل سينمائي قدمه، كان في داخله وكان في فكره أمر واحد، هو أن يقول لكل الناس أننا كأفارقة وأننا كأصحاب لون غامق نحن لسنا مختلفين عن الناس إطلاقا، نحن آدميين بكل بساطة. يعني إذا كان مظهرنا مختلفا فهذا لا يعني أننا أقل أو أننا أكثر. كل ما فعله كان بصمت، يعني لم يجهر يوما في تصريح، لم يعقد ندوة ويقول أنه يعني أنا أريد الحقوق للأفارقة أبدا. انطلق من نفسه، هذا يعني هذه هي أهمية هذا الرجل وهذا الفنان. انطلق من نفسه، رفض أي دور لا يخدم قضية إخوانه السود أبدا. لم يرضى بأي دور لا يقدمه بشكل محترم، يعني لم يقل أنا كأسود أريد أن أكون كذا أبدا. كان يقول هذا الدور أنا يعجبني، إذا كان ممكنا فليكن الكاستنج يعني يرسي علي فأنا جاهز. هذا ما حصل، بدأ مع الأدوار على أساس أن يقدم هذا الرجل من أصول أفريقية، يقدمه كبني آدم ليس مختلفا عن الرجل الأبيض. بدليل أنه عندما رمح أول أوسكار، عندما فاز بالأوسكار قيل له ما رأيك بهذا الموضوع؟ قال أبدا، الكل الذين فازوا من حولي هم بيض ماشي، ولكن أنا كأسود فزت، لا أختلف بشيء عنهم إلا بأمر واحد، أنني أنا أؤدي بطريقة وهم يؤدون بطريقة أخرى، واللجنة حكمت بأن ما قدمته كان جيدا. إذن فلتكن العملية لها هذا الميزان، ميزان ماذا نقدم، لا ميزان ما هذا الشكل وما هذا اللون وما هذه الخلفية أبدا. نعم بالمناسبة كان رجلا مختلفا، لذا كان محترما. بالفعل هو كان رجل مختلف وسيرته تستحق التأمل والتعمق. بالمناسبة هو كان يكنس، كان يعمل ككناس وأيضا كماسح أحذية على أبواب المسارح. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد حجازي محرر الميادين نت. والآن نذهب في جولة على الميادين نت، نبدأها من موقعنا باللغة العربية حيث تتابعون آخر تطورات في المنطقة والعالم وإضاءات على ملفات اقتصادية وبيئية وصحية منوعة. البداية مع موقعنا باللغة العربية، كما ذكرنا نستهل الجولة من قراءة للمفكرة العربية بثينة شعبان حول مسار الأحداث في كازاخستان وسياقها. تقول شعبان إن قراءة أولية لما يجري يوحي بأننا دخلنا عهد صراعات القوة بين أمريكا وروسيا والصين، حيث تشتعل الجبهات المشتركة بينها في أوكرانيا وصربيا وكازاخستان وتايوان. وفي صفحة شاشتنا يمكنكم أن تشاهدوا وثائقي الميادين القاسم الذي نفتقده حول الشهيد القائد قاسم سليماني. وفي صفحة الرياضة نقرأ عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون بحضور تاريخي للمنتخبات العربية. إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. اخترنا لكم من الميادين إنجليش من صفحة السياسة بالتحديد، عضوة في الكونغرس الأمريكي تكشف كيف قادت العنصرية إلى وقوع هجوم الكابيتال. وفي صفحة الثقافة نتعرف إلى المقاطعة الفنية الواسعة لمهرجان سيدني 2022 بسبب التمويل الإسرائيلي. وفي صفحة بالصور نطالع كيف يجري تسييس قضية لاعب التنس نوفاك جوكوفيتش.
في موقع الميادين إسبانول نقرأ بالإسبانية أخبار العالم العربي والعالم وأمريكا اللاتينية، واخترنا لكم من الميادين إسبانول هذا الخبر: أعضاء الجمعية الوطنية الجديدة في نيكاراغوا يؤدون اليمين الدستورية بأغلبية سادينية. ولافت أن نيكاراغوا هي أول دولة في المنطقة تحظى فيها النساء بتمثيل يتجاوز 50% من النواب في الدورة الحالية. إنه لخبر صار جدا. ومن صفحة المقالات اخترنا لكم هذه المادة حول الإكوادور: التحديات التي يواجهها رئيس البلاد وواقع ما يسمى المعسكر التقدمي. وفي صفحة الفيديوهات تشاهدون هذا الفيديو بعنوان تلسكوب جيمس ويب يبلغ علامة فارقة في الفضاء. الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل. جديد أهلا ومرحبا بكم. بعد انتصار الأسير هشام أبو هواش يقود رفاق المعاناة معركة مفتوحة ضد سياسة الاعتقال الإداري التي يطبقها الاحتلال الإسرائيلي منذ ورثها من الانتداب البريطاني. فهل تنجح معركة الأسرى الإداريين؟ وكيف تواجه الحركة الأسيرة سياسة الإهمال الطبي المتعمد؟ هذه السياسة التي أرقدت الأسير الشاب ناصر أبو حميد على فراش المرض كما فعلت بكثيرين قبله ممن دخلوا المعتقل أصحاء وغادروها إما شهداء أو مرضى. إلى الحدث هذا اليوم. لكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم تصحبنا الزميلة نسرين سلمي في جولة على عناوين الصحف الفلسطينية لهذا اليوم. مرحبا بك نسرين وتفضل. أهلا مايا. عناوين عديدة طلعتنا بها الصحف والمواقع الفلسطينية لهذا اليوم، أبرزها يتعلق بصحة الأسير ناصر أبو حميد إضافة إلى اعتداءات المستوطنين. نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام التي عنونت: المستوطنون يعتدون مجددا في برقة والمغير ويقتحمون الأقصى، ومصادقة على إقامة حي استيطاني جديد غرب سورباهر في القدس المحتلة. وفي الصحيفة نفسها نقرأ: تراجع جديد في الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد، ووقفات دعم وإسناد تطالب بالإفراج عنه. وننتقل إلى موقع وكالة وفا حيث نطالع: 18 أسيرا أردنيا يقبعون في سجون الاحتلال. وفي صحيفة القدس نقرأ: اعتقال 17 مواطنا ومداهمة منزل يعقوب قادري في جنين. الختام من موقع فلسطين أونلاين يقول الكاتب وفي مقال الدكتور محمود العجرمي يقول بعنوان الضفة الفلسطينية والطرق على الخزان: حين نتابع وقع الأحداث في الضفة الفلسطينية المحتلة والقدس نجد أن عمليات المقاومة تزداد وهي تتكرر على نحو أسبوعي إن لم يكن يوميا في أحيين كثيرة، وأن هذه التحولات أضحت أكثر تنظيما، وأنها تتسع وتغطي جغرافيا المكان وتصدح في الزمان، وأي مراقب سيلحظ بيسر أنها تتطور وتصبح دقيقة ومؤثرة وتنتقل ظواهرها الفردية إلى عمل جماعي يضم ثلاثة أو يزيد من المقاومين. هذه كانت أبرز العناوين في المواقع والصحف الفلسطينية لهذا اليوم مايا. نعم نسرين، ومن هذا المنطلق أسألك عن آخر التطورات المتعلقة بوضع الأسير ناصر أبو حميد الذي يصارع مرض السرطان في ظروف قاهرة تفرضها إدارة السجون الإسرائيلية. في الحقيقة بحسب والدة ناصر أبو حميد فإن وضعه خطير جدا، هو في غيبوبة، عانى من تسمم في الدم، عندما زارته قالت أنها لم تتمكن حتى من الاقتراب منه، نظرت إليه من خلف الزجاج وكان مقيد اليدين رغم أنه في غيبوبة. طبعا يبدو على ما يبدو أن الوضع خطير جدا. مؤسسات الأسرى والسلطة الفلسطينية وكافة منظمات حقوق الإنسان تحاول بكل جهد من أجل الإفراج عنه على أمل التمكن من علاجه إخراجه خارج البلاد لتلقي العلاج المناسب. هناك تدخل من دول عديدة لإنقاذ حياته، خصوصا أن ناصر أبو حميد أحد قادة انتفاضة الأقصى، اعتقل في العام 2002 ومحكوم بسبع مؤبدات و50 عاما، وهو من عائلة قدمت الكثير. والدته تعرف باسم خنساء فلسطين، لديها 5 أبناء أسرى وبينهم شهيد، وناصر يعني كان يعني أحبهم أو ليس أحبهم ربما، لكنه كان الأكبر بالنسبة لها، وهي يعني
لا يقول لها أم ناصر مع أنه ليس ابن البكر، يقول لها أم ناصر لأنه يعني فعلا كان موجودا معها وكانت هي من تدعم حتى في عمليات المقاومة، وكانت تقول له أن لا يعترف وأن يكون رجلا، وبالتالي هي اليوم تحمل المسؤولين الفلسطينيين والتنظيمات الفلسطينية المسؤولية في حال جرى أي شيء لحياته. كما أنها خاطبت المقاومة في غزة ومحمد الضيف وقالت لهم أنقذوا حياة ابني، خصوصا أننا عائلة قدمنا الكثير للوطن، ومن بين أبنائها الشهيد عبد المنعم كان من كتائب القسام. هي لا تريد الكثير لكن فقط تريد أن تنقذ حياة ابنها الذي قد يواجه الموت يعني إذا بقي بدون علاج. أشكرك زميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا من رام الله. أجدد ترحيب بك الكاتب والباحث السياسي أستاذ طلال أبو ركبة. سنناقش موضوع الأسير أبو حميد بالتفصيل انطلاقا من الانتصار الذي حققه الأسير الذي سيحرر قريبا أبو هواش. معلق أخبار الشؤون العربية في القناة 13 الإسرائيلية قال الأسير هشام أبو هواش أخضع المنظومة الإسرائيلية بمساعدة التهديدات الصادرة عن غزة، وأن الفلسطينيين حققوا انتصارا لم يسبق له مثيل في معركة الوعي. ربما من المفيد تشريح هذا التحليل بعد إذنك دكتور طلال، كي نفهم في أي موقف أو ما الذي يدور في دوائر القرار في تل أبيب. بداية أسألك، كيف أخضع هشام أبو هواش المنظومة الإسرائيلية، وأي تأثير لهذا الأمر على المعركة المفتوحة التي يقودها اليوم الأسرى الإداريين؟ يعني في زمن الانقسام الفلسطيني وغياب الرؤية الوطنية الموحدة والمشروع الوطني الجامع للكل الفلسطيني، والذي تعمل إسرائيل على تغذية الفرقة الفلسطينية وحالة الانقسام السياسي الفلسطيني وإبراز الفلسطينيين كما لو أنهم شتاتا أو جماعات مختلفة ومتباينة، تأتي الحركة الأسيرة ممثلة من خلال الأسرى وتحديدا الأسير هشام أبو هواش ليقود يعني نضال أسطوري فيما يتعلق بتحدي إدارة السجن والسجان الإسرائيلي، في تحدي للسياسات الإسرائيلية، في رفض سياسات الاعتقال الإداري، وأن يصر على موقفه حتى يجبر إسرائيل بشكل كامل على الذهاب أو الخضوع إلى موافقة على وقف الاعتقال الإداري فيما يتعلق بالأسير هشام أبو هواش. هذا غير كثيرا وأعطى أمل كبيرا أولا لدى كافة الأسرى الفلسطينيين فيما يتعلق بأن إرادة السجين الفلسطيني أقوى من إرادة المحتل من ناحية، أيضا أعطى الشارع الفلسطيني انتصارا حقيقيا، نحن كنا بأمس الحاجة له على المستوى الكلي الوطني الفلسطيني دون أن يكون هناك انقسام فلسطيني في هذا الموقف. ربما ما كانت تصنعه غزة خلال السنوات الماضية ربما كان يشهد انقسامات ما بين المؤيد والمعارض، لكن ما تصنعه الحركة الأسيرة لا يخضع إلى اجتهادات المنقسمين بالمشهد السياسي الفلسطيني، وبالتالي هشام أبو هواش والآن ناصر أبو حميد، والحديث يطول عن قائمة بالآلاف من الأسرى الفلسطينيين، هذا يوحد المجتمع الفلسطيني، هذا يضع السلطة ويضع المعارضة ويضع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في خانة واحدة، وهي خانة الانتصار إلى قضية الأسرى وإلى حقوق الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرية وأسرى نضال وطني فلسطيني يجب أن ينتصر له الكل الفلسطيني دون أن يتخاذل. وفي هذا الإطار يتم التسابق الفلسطيني ما بين السلطة، ما بين فصائل المقاومة، ما بين الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية الفلسطينية لنصرة قضايا فلسطينية، لتعيد الزخم وتعيد الوعي الوطني الفلسطيني بجذر وأصل القضية الوطنية الفلسطينية، أن هذه القضية هي قضية محاد المحتل الذي يذهب دائما باتجاه تشويه الوعي الفلسطيني أو كي الوعي الفلسطيني واعتبار أن هناك فلسطيني أفضل من فلسطيني أو تطبيق فلسطيني على فلسطيني أو أن هناك حلولا في منطقة ما أفضل من منطقة أخرى. لا، الاحتلال الإسرائيلي لا ينظر للفلسطيني إلا باعتبار أن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، وبالتالي هو ينظر إلى نفي وجود الفلسطيني. الحركة الأسيرة عادت الاعتبار بعد سنوات من الانقسام إلى وحدة وحدة الرؤية والموقف الفلسطيني فيما يتعلق من قضية الأسرى، ربما تكون هذه هي البداية فيما يتعلق بالوعي الوطني الفلسطيني في استعادة رؤية وطنية أو في بناء رؤية وطنية موحدة أو مشروع أو إعادة لملمة المشروع الوطني باتجاه أن يكون مشروعا جامعا للكل الفلسطيني. في هذا الإطار هنا ما قصد المعلق الإسرائيلي بأن هذا أطر على مفهوم الوعي لدى الفلسطينيين، وبالتالي هو يريد أن يعيد الفلسطينيين إلى مربع الوعي الانقسامي، وعي نفي الآخر في الداخل الفلسطيني وتشويه الآخر في الداخل الفلسطيني، وليس الوعي الذي يكون موجها كله بالكل الفلسطيني نحو تحدي الاحتلال وتحدي هذا الاحتلال. ما تفعله الحركة الأسيرة
هو إنجاز بكل المعاني، لكن هذا الإنجاز حتى يتحول إلى عمل وطني جامع لابد أن يكون ضمن إطار جمعي للكل الوطني الفلسطيني تستجيب له القوى والمكونات. انطلاقا من هذه الفكرة التي تتحدث عنها أستاذ طلال، في مقال على الميادين نت لوسام أبو شمالة أنصح الجميع بقراءته بالمناسبة، يتساءل مطلع هذا العام الجديد أبو هواش وصواريخ البرق وسام 7 ماذا بعد؟ أجير السؤال لكم بما أنكم تتحدثون على أن هذه المعركة مهمة جدا وقد أثمرت انتصارا ثمينا جدا، ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ بعد هو أن نبتعد عن الانتصارات الفردية والانتصارات الجانبية لصالح انتصار جمعي للكل الوطني الفلسطيني، أن يعاد لملمة الوعي الوطني الفلسطيني، أن يعاد لملمة المشروع الوطني الفلسطيني، أن يعود توحيد الوعي الوطني الفلسطيني والخطاب الوطني الفلسطيني باتجاه أن هذا الاحتلال هو معضلتنا الأساسية وأن إنهاء الاحتلال هو هدفنا الرئيسي. بهذا المعنى وبهذا الإطار عندما يلتقي الكل الفلسطيني يكون هناك تتويج لهذه الانتصارات الفردية التي يسجلها أبو هواش أو تسجلها كل الحركة الأسيرة من خلال الإضرابات التي تكون ما بين الفترة والأخرى من أسير إلى أسير آخر، أو من خلال ما تصنع المقاومة في غزة، أو ما يصنع أو ما صنع محمد نسيت اسمه في الشيخ جراح، ما صنعه الأبطال في الشيخ جراح من خلال السوشيال ميديا وما إلى ذلك، أن يتم إعادة أن يتم بناء رؤية وطنية فلسطينية موحدة تعيد لبنان مشروعنا الوطني باتجاه التحدي الرئيسي من هذا الاحتلال باعتباره التناقض الرئيسي الذي يجب أن نذهب إليه جميعا كفلسطينيين بغض النظر عن خلافاتنا الداخلية واجتهاداتنا الداخلية باتجاه تتويج هذه الانتصارات الفردية والمتفرقة لتصبح انتصارات جمعية للشعب الفلسطيني كله وللقضية الفلسطينية بأشملها. اليوم لدينا قضية مهمة جدا وهي موضوع الأسير ناصر أبو حميد. قالت الزميلة نسرين سلمي بأن مطلب والدة الأسير هو بسيط جدا، هي تريد أن ينال ابنها العلاج المطلوب، الرجل يحتضر يعني بين لحظة وأخرى حياته بخطر. ما المطلوب اليوم بالنسبة للأسير أبو حميد التي تطالب أمه بأبسط حقوق الأسير في العالم؟ المطلوب كثير. المطلوب أولا لابد من زخم شعبي ومظاهرات شعبية في كافة مناطق التواجد الفلسطيني في داخل فلسطين التاريخية وخارجها باتجاه فضح الممارسات الإسرائيلية في هذا الجانب. مطلوب تسليط إعلامي كبير جدا وحركة دبلوماسية وقانونية نشطة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بفضح الممارسات الإسرائيلية. مطلوب أن نتداعى جميعا وأن نتلاحم جميعا كفلسطينيين لمناصرة ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد ليس مجرد أسير، إنه رمز لمرحلة نضالية وطنية كبرى هي مرحلة الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة في 87 ثم الانتفاضة الثانية في العام 2000. هو يمثل التاريخ الفلسطيني برمته. التنكر لحقوق ناصر أبو حميد هو تنكر للتاريخ الوطني الفلسطيني، وهذا يجب ما يجب أن نرفضه سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي. يجب أن يكون هناك جهد كبير جدا وتدخلات سياسية سواء من خلال الأمم المتحدة أو من خلال منظمة العدل الدولية فيما يتعلق بالذهاب لفضح الممارسات الإسرائيلية التي لا تحترم كافة الاتفاقيات. هؤلاء أسرى حرية بحسب كل الاتفاقيات وبحسب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبحسب حتى اتفاقية أوسلو التي أقرتها منظمة التحرير مع دولة الاحتلال. هي أكدت على أن النظام الوطني الفلسطيني من قبل هو نظام وطني، وبالتالي هؤلاء أسرى حرية، وبالتالي يجب التعامل معهم وفق الاتفاقيات جنيف لا تحترم القانون الدولي ولا تتعامل مع القانون الدولي، وبالتالي يجب أن نفضح هذه الممارسات بأي شكل من الأشكال، ويجب أن نتهاون في هذه النقطة بالتحديد، لأن هذا تنكر للتاريخ وتنكر للقضية وتنكر لتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى في الحالة الفلسطينية. أنا مضطرة لي أن أذهب إلى آخر فقراتنا لليوم، ولكن قضية ناصر أبو حميد حاضرة وبقوة على شاشة الميادين وعلى الميادين أونلاين. نذهب إلى جديد اليوم. في جديد اليوم أعلنت الخارجية الإيرانية عن تحقيق بعض التقدم في بعض جوانب محادثات فيينا مع الأطراف المعنيين، وأكدت رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق مستدام يمكن الاعتماد عليه. وشدد المتحدث باسم الخارجية على ضرورة الإسراع في المحادثات متهما بعض الأطراف بإضاعة الوقت. وأكد المتحدث الإيراني أن بلاده ترفض أي مدة زمنية مزيفة في محادثات فيينا، وأشار إلى أن الحملات الإعلامية التي بدأها البعض لزعزعة الحوار في فيينا لم تؤثر في غرف الحوار. هل هذا يعطينا بعض التفاؤل دكتور طلال، ولو كانت الإجابة باختصار؟ يعني باعتقادي أنه في هذا الموضوع يبدو أن الجميع يذهب إلى اتجاه تثبيت الوضع القائم. لن يسمح أو لن سيعمل الجميع على تعطيل القدرات النووية الإيرانية وتعطيل إيران بشكل كبير جدا وإبقائها في حالة يعني تصدير المهدئات والمسكنات فيما يتعلق بهذا الملف دون أن يكون هناك إنجازا حقيقيا أو اختراقا حقيقيا.
لا أحد يريد التصعيد، ولكن في نفس الوقت لا أحد يريد التقدم في هذا الموضوع، ولم تعطى إيران الفرصة في هذه المباحثات بشكل كبير جدا، سواء فيما يتعلق بالحصول على ما تتطلبه من رفع الحصار أو عفوا العقوبات الاقتصادية التي تقرض على إيران. وبالتالي أنا في اعتقاد أنهم سيبقى لهم المباحثات في مكانها ولم تحدث جديدا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني خلال المرحلة القادمة. أشكرك دكتور طلال أبو ركبة. نحن قرأنا ما جاء في الصحف والمواقع، وأنت قرأت ما جاء بين السطور. الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. الشكر لكم مشاهدين على المتابعة. بالحبر الجديد انتهى.